يقول: لقد حججت أكثر من مرة وكنت مرتدية الحجاب الشرعي الكامل، إلا أنني لم ألبس قفازين، وذلك لعلمي بأنه من محظورات الإحرام علي، وذلك وأنا محرمة، وإنما أخفيت اليدين داخل العباءة وغطيت وجهي كاملا، فهل في تغطية وجهي محظور؟ أرجو إفادتي مأجورين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لبس القفازين في حال الإحرام نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من محظورات الإحرام كما قالت السائلة. وأما تغطية الوجه فالمشروع في حق المحرمة أن تكشفه، إلا إذا كان حولها رجال غير محارم لها، ففي هذا الحال يجب عليها أن تغطيه، كما حكت ذلك عائشة رضي الله عنها أنهم كانوا إذا مر بهم الركبان وحالوهم فإنهن يغطين وجوههن، فإذا جاوزوهم فإن جاوزوهن كشفن وجوههم. وليس على المرأة حرج فيما لو مس حجابها وجهها، خلافا لقول بعض العلم الذين يقولون لا بد أن يكون الحجاب غير مماس لوجهها، لأن هذا الشرط لا ليس له دليل من السنة. امرأة ذهبت لمكة لأداء العمرة، وعندما توضأت من الميقات لبست النقاب بدون أن تخرج عينيها لعدم وجود غطاء الوجه، فهل عليها شيء في ذلك؟ وهل عمرتها صحيحة؟ وماذا يلزمها؟ عمرتها صحيحة ولا يلزمها شيء، لأنها مجتهدة، إن أصابت فلا أجران وإن أخطأت فلا أجر. والنقاب إذا لم تخرج عينان، بمعنى أنها وضعت بعض الخمار على بعض حتى تغطت عينها، لا بأس به. والمقصود من النهي عن النقاب النقاب الذي ينتقب على حسب العادة، يغطى الوجه ويفتح للعينين، هذا هو الذي لا يجوز للمحرمة. نعم.